إلهي، أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي، إنك تحبني كثيراً، فأنت معي وقت فرحي، حزني، قوتي، ضعفي وألمي. لا أتعجب من تدبيرك لحياتي، فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي. لذلك أسلم حياتي بين يديك، تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية، لأن تدبيرك فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. الناس كل ما ينشغلوا بالدنيا والدعاية تزيد في العالم بتخلق احتياجات جوه الناس، والناس تجري وراء الحاجات دي، يزداد الميل إلى الأخذ أكثر من العطاء، الأنانية أكثر من الحب والإحساس بالآخرين. دي الحاجة اللي موجودة واللي بتزيد للأسف كل شوية، ولكن الله أبقى بقية في ناس حلوين تعيش بروح الكتاب المقدس وتعيش بالحب والعطاء مهما كانت الظروف. ازاي يعني؟ تعالوا نشوف القصة بتاعتنا. قصة مع رجل يحب الله ومرتبط بالكنيسة وبيخدم في الكنيسة، ومن اهتماماته الواضحة الاهتمام بإخوة الرب واحتياجاتهم، وربنا كان معاه ويبارك له. كان موظف وبيدي عشوره أول بأول لربنا ويزود على العشور كمان، يقول ما خير ربنا كتير، وكل ما يدي ربنا يبارك له، كل ما يدي عشور أكتر ربنا يبارك له زيادة. فده شجعه إن هو يظل في هذا العطاء والاهتمام بالمحتاجين، وكل ما يلاقي أي احتياج ربنا بيساعده ويقدر يوفيه. وبعدين العيد قرب، وبعدين هو لقى معاه مبلغ الحمد لله. قد إيه؟ 12,000 جنيه. قال بس ده ربنا باعتهم للفقراء، دي فلوسه. ايوه معلش، ما فلوس، هي فلوس ربنا، خلاص مش مهم مين اللي باعت الفلوس، مش ربنا، خلاص يبقى دي فلوسه. يعني شايفين الاحساس، احساس ان هو كل حاجه من الله ولا الله، زي ما بيقول الكتاب المقدس من يدك اعطيناك. وانا بجيب منين يعني؟ مش بجيب من عند ربنا، ده الإحساس اللي كان عنده. وبس قال معايا 12,000 جنيه دول كويسين قوي ينفعوا. وبعدين قعد يحسب بقى احتياجات الفقراء اللي عارفهم، يحسب في العيد هيجيب ايه وايه 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 وايه. طلعوا 15,000. قال له يا رب دي سهلة بقى عليك، مش انت اللي بعت ال 12، ابعت 3 كمان عشان اخواتك، اخواتك الفقراء محتاجين. وبعدين هو خلص الكلام ده، وبعدين دخل في بيته لقى مراته قاعده متألمه. قال لها مالي؟ قالت له انا تعبانه قوي. تعبانه من امتى؟ قالت له بصراحه انا تعبانه بقالي مده، بس انا مش عايزه اقول لك. ليه؟ ايه مالي؟ قالت له انا تعبانه وانا رحت للدكتور و من ورايا. ليه؟ قلت مش عايز ازعجك، ما انت عندك شغل كتير. رحت، طب قال لك ايه الدكتور؟ قال لي اعمل لي كذا وكذا، وعملت اشعاعات وقال لي انت عندك المراره ولازم تتشال. طب وبعدين؟ لا هعمل ايه؟ قلت مش مهم، هنجيب فلوس منين؟ إيه؟ وانا سكت، بس الالم زاد عليا. لا لا يعني ايه؟ قال يعني ما دام لازم يبقى لازم. طب والفلوس؟ قال لها ربنا يدبرها. راجل بقى متكل على ربنا في كل حاجه. قال لها لا ما تخافيش،
ربنا هيدبر. هو مش عارف ازاي ال 12,000 دول هيستخدمهم لمراته ولا للفقراء ولا ايه. قال له يا رب اتصرف انت المسؤول، انا تبعك وتتصرف انت. واتصلوا بالدكتور قال ايوه الحاله ما دام كده يبقى عايزين نعمل عمليه بسرعه. قال له بكره يا دكتور. قال له خلاص. قال له بكره مستشفى كذا 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 وحدد لهم وروح وانا هتصل وارتب لكم كل حاجه. قال له متشكرين قوي. طبعا الست بقت فرحانه قوي، اشكرك اشكرك تعبتك. قال لها تعبت في ايه؟ ده ربنا اللي بيدبر. وفعلا تاني يوم الصبحيه كانوا رايحين المستشفى والراجل بيصلي يا رب انت عارف انا معيش حاجه، اللي معايا تبارك فيه وبيكفوا ايه وايه وايه، انت حر كف العمليه، كف احتياجات الفقراء، اللي ناقص تكمله انت حر، انا ماليش دعوه. وبعدين راحوا المستشفى وجاهزين خلاص. قال لهم ده الدكتور اعتذر مش جاي. اعتذر؟ ده الست متألمة وتعبان. قالوا طب استنى احنا هنشوف لكم دكتور تاني. وفعلا اتصلوا ولقوا في دكتور جه شاب صغير وجه وهيعمل عملية. وفعلا عمل العملية وخلصوا خلص العملية بنجاح الحمد لله. وبعدين راح بقى الراجل عشان يدفع الفلوس بتاعت الدكتور والمستشفى. قالوا له خلاص. قال لهم يعني ايه خلاص؟ الدكتور دفع كل حاجه. دكتور دفع كل حاجه؟ ازاي يعني؟ قال هو كده هو دفع، يعني هو ما خدش ودفع فلوس المستشفى كمان. قال مين الدكتور ده؟ قال له فلان الفلاني. طب فين ممكن اقابله؟ قال اتفضل. راح قابله وكانت المفاجاه. عارفين لقى ايه؟ لقى الدكتور ده واحد من ولاده في مدارس الاحد. كان ولد صغير وكبر وربنا يبارك له واتخرج، وكان كمان ظروفهم صعبه في البيت، وكان الراجل بيساعدهم، الخادم ده كان بيساعدهم لمده طويله. فطبعا لما شافوا بعض بالاحضان، اهلا ازيك يا استاذ، ازيك يا حبيب، ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ وقال له طب الحساب؟ قال له حساب ايه؟ انا هاخد منك انت؟ مستحيل، ما انت عارف ده انت سبب الخير، ده انت خليتني دكتور، انت ناسي ولا ايه؟ الله. قال له لا ده ربنا. قال معلش معلش بس البركه فيك. لا يمكن، ده انا هقول لك حاجه كمان. قال له ايه؟ انا اصلا دكتور بساعد، ونفسي انا كنت اتثبت في مستشفى عشان ابقى الشغل ليا بقى على طول. انا عملت العمليه دي اول عمليه اعملها لوحدي مش مساعد لحد، وربنا مد ايده ونجحت العمليه تماما. وبعديها خلاص المستشفى قالوا لي احنا عايزينك، عايزينك تكون معانا، وخلاص هنعمل عقد معاهم واشتغل. شفت انت جبت لي خير ازاي؟ لا يمكن. قالوا طب وتدفع المستشفى؟ قال له ما هو من عند ربنا، وانا جبت حاجه من عندي؟ ما انت عارف مش ربنا اللي كان بيديك وتدينا، ما ربنا اداني دلوقتي مش ممكن اخد منك حاجه. الراجل بقى مش عارف يقول لربنا ايه. شكر الدكتور جدا، وبعدين اخذ مراته وخرجوا من المستشفى حلوين وكويسين. ويقول يا رب مش عارف اقول لك ايه، ولا مالين ما ياخدوش حاجه، ولا المستشفى ولا الدكتور، اشكرك اشكرك يا رب. ومراته رجعت حلوه خالص. وبعدين اكتر ما كده استنوا بقى ايه تاني؟ ده بعد ما رجعت البيت بقى الناس سمعوا، القرايب والحبايب ياه جم بقى يسلموا عليها، وجايبين هدايا وفلوس وعطايا كتير. قد ايه؟ جمعها 5000 جنيه. قال ياه كمان انا بكسب من المرض غيرك يا رب. قد الخمسة ومعايا 12 يبقوا 17، بس احتياجات اخوة الرب كلها هتتوفى 15,000، وفاضل 2000 كمان عشان البيت برضه مفتوح وعنده احتياجات في العيد اللي هو بيته هو. وفعلا اخذ الفلوس ونزل بقى واشترى اشترى 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 كل احتياجات الفقراء ووزعها عليهم. وهو بيقول يا رب مش عارف اقول لك ايه، فعلا انت خيرك كتير.
وعمرك ما بتسيب ولادك، والناس بقت فرحانه بالخير اللي ربنا بعته، وهو فرحان لان ربنا بيشتغل معاه. خير ربنا ما ينتهيش مع اللي بيعطي، كل ما تعطي ربنا هيدي لك كمان وكمان. أعطوا تعطوا، كيلا جيدا، ملبدا، مهزوزا، فائضا، يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ربنا خيره كتير، واللي بيعطي الله بيعطيه، هو اللي قال كده اعطوا تعطوا، كلام واضح يعني، ادوا انا حديكم من عنده، اصل ربنا غني، ربنا محتاج لي ولا محتاج لحد، ده انا لما بدي الله بيديني كمان زياده، عشان كده هو وعد، وعده صادق، ده قال المروي هو ايضا يروى، اللي بيشرب غيره هو هيشرب، اللي هيدي ربنا هيديله. فالراجل الطيب الخادم ده كان مهتم ان يعطي، وربنا كان بيديله، يديله لاحتياجاته ويديله لاحتياجات الإخوة الرب كمان. عشان كده احنا عايزين نتمتع بالعطاء في هذا الأسبوع. اهتم تدي اللي حواليك، اديهم مش بس عشورك وأكثر من عشورك، وادي مش بس فلوس، ادي كمان حاجات تاني، ابتسم في وش الناس، قول كلمة حلوة، اسأل عن الناس، دور عليهم، اعطي اللي تقدر تديه من محبة للناس المحتاجين حواليك في كل حتة وانت مش واخد بالك، جايز مراتك، جايز ابنك، جايز اللي حواليك محتاجين وانت مش واخد بالك. قوم، الأسبوع ده أسبوع العطاء، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.